إنها معجزة التقدم في بيئة قتال وعرة كهذه، لكنها الإرادة التي غرست في نفوس مقاتلي اللواء 310 مدرع بطل هذه المعارك وأسدها إلى جانب بقية مقاتلي الجيش الوطني. إنجاز مباغت وكبير في الآن نفسه، تحرير جبل دوا وتبت العيان والحمراء دفعة واحدة. لم يبقى لدى الانقلابيين من مفاجأة أو تحصينات تفوق في أهميتها التحصينات التي سقطت إثر هذه المعركة. يقول الجيش إنه أحكم سيطرته النارية على الخط الواصل بين أرحب وبني حشيش، فيما بات سكان صنعاء يسمعون بشكل واضح أصوات المدافع والاشتباكات الدائرة في هذه المنطقة. أشرس المواجهات تركزت في وادي ضبوعة المتاخم لمديرية أرحب والذي يقع يمين جبهة نهم، وامتدت المعارك على طول خط المواجهات وصولا إلى يسار الجبهة عند سد العقران وجبل الجرجور والتباب المطلة على قرية العقران. وتحت مظلة من القصف الذي يقوم به طيران التحالف يستمر تقدم الجيش الوطني باتجاه أرحب، كما يستمر التقدم كذلك باتجاه منطقة بني فرج، فيما وصلت المعارك إلى الضبيب في جبهة القتب وفوق الحرش فمن جهة جبل يام، فيما يفر مقاتلو الميليشيا نحو مركز المديرية. هنا وعلى بعد 3 كيلومترات فقط من أرحب يقف الجيش الوطني منتظرا الخطوة التالية، وبيده بنادق القناصة الذين رابطوا في هذه المواقع بهدف وقف تقدم الجيش، وهو الهدف الذي سقط بفعل إرادة هؤلاء المقاتلين. معارك الساعات الماضية كانت عنيفة، واشتبك خلالها مقاتلو الجيش الوطني مع المتمردين عند المسافة صفر، وأسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير آلياتهم، فيما نجح الجيش في تطويق الميليشيا من ميسرة نهم وميمنتها معا، وأصبحت عناصر الميليشيا المتواجدة في قلب الجبهة شبه محاصرة. هذا ما تبقى في المواقع التي فقدها الإنقلابيون، أسلحة وجثث القتلى وخيبة أمل كبيرة تسيطر على معظم الذين جربوا خوض المواجهة إرضاء لسيدهم مع من يقاتلون لأجل اليمن. عادت نهم إلى الواجهة بإنجازات تدفع بالحسم العسكري إلى نهاياته التي تتحقق عندها أهداف الحكومة والتحالف والشعب اليمني التواق إلى استعادة دولته ووطنه.